حياكم الله مشاهدينا إلى موجز الأهم من أنباء. قال مصدر من مدينة درنا إن آمر قاعدة طبرق الجوية صالح جودة التابعة لميليشيات حفتر لقي مصرعه بعد تحطم طائرتها الحربية بعد تنفيذها غارة جوية على مدينة درنا صباح الأربعاء. الطائرة الحربية تحطمت في سماء منطقة الطرشة جنوبية طبرق دون أن يذكر سبب تحطمها، مخلفة خسائر مادية وبشرية بعد سقوطها على منزل المواطن عبد الله بوعليوة الكحاشي وموت ثلاثة من أفراد العائلة منهم الأب والأم. قال مركز السرايا للإعلام إن طائرات تابعة لحفتر من نوع إير تراكتور شنت غارتين جويتين على منطقتي الصبري وسوق الحوت صباح الأربعاء. الغارات خلفت خسائر في المباني والممتلكات العامة والخاصة نتيجة للقصف العشوائي دون تسجيل خسائر في الأفراد، حيث كانت مصحوبة بقصف مدفعي من قبل ميليشيات الكرامة. يشار إلى أن ميليشيات حفتر تحاصر منطقتي الصبري وسوق الحوت. قال القيادي بسرايا الدفاع عن بنغازي أحمد التجوري بأن السرايا تمكنت من إخراج ستة نساء ممن أسرتهم عصابات حفتر أثناء عملية الانحياز من قنفودة. التجوري في مقطع مصور بثته وكالة بشرى الإخبارية أوضح أن عملية مبادلة الأسرى كللت بالنجاح وأخرجت فيها السرايا في المقابل عن ثلاثة أسرى من عصابات حفتر. كما تقدم التجوري بالشكر للخيرين من مشائخ وعيان منطقة الجفرة ومنطقة هراوة والمنطقة الشرقية الذين بذلوا جهدهم في إنجاح عملية تبادل الأسرى وإخراج الأسيرات. وبالمناسبة هذه نشكر أهل الخير والأعيان من دون تحديد أسماء اللي خشوا في العملية. انطلقت في منطقة البحر الميت بالأردن أعمال الدورة العادية 28 للقمة العربية وسط حضور واسع من القادة والزعماء العرب لمناقشة مجموعة من القضايا الأساسية والأزمات التي تعاني منها المنطقة بمشاركة 16 زعيما. الدورة شملت تلاوة جدول الأعمال لكل المشاركين ومناقشة مستجدات الأوضاع في الساحة العربية منها سوريا وليبيا واليمن. من جهة أخرى يحاول الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بذل الجهود لتمرير المبادرة فيما أعطيت الكلمات الرسمية لممثلي الوفود المشاركة. قال رئيس المجلس للحكومة المقترحة فايز السراج إنه يرحب بجميع الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية من قبل الدول الشقيقة والصديقة ومن بينها المبادرة الثلاثية من قبل تونس ومصر والجزائر. وأضاف السراج خلال كلمته في القمة العربية 28 المنعقدة بالبحر الميت في الأردن أن العالم شهد على النتائج الباهرة التي حققتها قوات البنيان المرصوص في مدينة سرت ضد تنظيم الدولة. ودعا السراج لإيجاد توافق عربي تجاه الأزمة الليبية مطالبا جميع من يرتبط بأطراف على الساحة الليبية أن يتدخل بشكل إيجابي لتجاوز المختنقات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي. إلى هنا انتهى الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.